كلاوديا عاطف، بنوتة جميلة لسه مخلصة ثانوية عامة السنة دي. دايما متعودين على المبادرات بتيجي من الدولة، بتيجي من وزارة، بتيجي من هيئة، حاجة كبيرة، لكن تبقى مبادرة فردية ومن بنوتة شابة جميلة عشان تشجع الناس وتحسهم على القراية. ترى الفكرة دي جات لها ازاي؟ صباح الفل عليك يا كلاوديا. النور، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ازيك اهلا يا بيك. كلاوديا؟ اهلا بحضرتك. اسمك حلو قوي، بس انا بنطقه بالعافيه، عمال كده بجمع فيه يعني، بس اسمك جميل. ميرسي ميرسي. كلاوديا انت من منفلوط اسيوط صح من كده؟ منفلوط. تمام صح. تمام. انا شفت البوست بتاعك والحقيقه استغربت جدا لما عرفت ان انت كمان لسه يعني مخلصه ثانويه عامه السنه دي. بالنجاح طبعا والتوفيق، ربنا يديكي كل ربنا حاجه يخلي حلوه. حضرتك. شكرا. لكن ايه بقى موضوع الاهتمام بالقرايه، ومش بس فكره ان انت تثقفي نفسك او اقول ان انت يعني في السن ده وبتحبي القرايه، لكن حريصه كمان انك تخلي الناس تقرا، جات لك منين بقى فكره المبادره؟ احكي لي كده. هي الفكره ان انا من زمان جدا بحب ان انا اشتري الكتب واحوش عشان اشتري كتب جديده، وبحب ان انا اقرا كده. فلقيت ان في ناس حواليا كتير لما بيلاقوني اشتريت كتاب مثلا ونزلت صورته على الفيس او كده بيكونوا حابين ان هم يستعيروه عشان يقراوه برضه. ولقيت بنات كتير في سني او اكبر مني بيكونوا نفسهم ان هم يقروا لكن الظروف الماديه مش سامحه قوي، فبيضطروا ان هم يحملوا الكتاب بي دي اف، وده طبعا بيكون مر لعينهم جدا وكده. فالفكره ان انا كنت بخلي البنات يستعيروا الكتب بتاعتي عادي بشكل يعني اللي هو صحاب وكده. ايوه. جت الفكره من واحده صاحبتي اسمها تغريد، قالت طب ليه ما يكونش الاستعاره مثلا منظمه اكتر، انك تخلي الناس تستعير بس بشكل منظم، ان مثلا الواحد يستعير كتاب يدفع لك عليه سعر رمزي يعني 10 جنيه في ال 10 ايام، بحيث ان انت بالفلوس دي تشتري كتب اكتر فانت تستفيدي واللي بيستعيروا منك يستفيدوا اكتر والفكره تكبر. فطبعا الموضوع دخل دماغي جدا وكنت مستنيه الامتحانات تخلص عشان ابدا انفذه. بس فقلنا ان احنا طب كلاوديا، انت من حبك للقرايه عندك مجموعه كتب كتير تسمح لك ان انت تعملي موضوع الاستعاره ده مش كده؟ طبعا مكتبتي فيها اكثر من 400 كتاب ديني و 400 كتاب. كلاوديا انت في سنه كام؟ ثانوية عامة. داخلة أولى جامعة. داخلة أولى جامعة وقريت وعندك 400 كتاب؟ الحمد لله. طيب قولي لي بقى إيه أكتر الكتب اللي أنت بتحبك؟ أنا عارف إن كل واحد ممكن يقعد يقرأ في كذا حاجة، لكن بيبقى في مجال هو بيحب يقرأ فيه في الآخر، يعني إيه المجال اللي أنت بتحب تقرأ فيه؟ بحب من ناحية الفيكشن بحب الأدب الرعب والبوليسي أكتر حاجة، من ناحية النون فيكشن بحب علم النفس والتنمية الذاتية والتاريخ. طب كلاوديا بصي، يعني انت دلوقتي بتتكلمي من ناحيه الظروف الماديه اللي ممكن ما تسمحش لبنات كتير او شباب كتير زيك انهم يقروا، لكن الموضوع مش بس مادي، في ناس ما عندهاش خلق للقرايه، ناس ما بتحبش القرايه، ناس بتستسهل انها تقرا الخبر او الحاجه على زي ما انت بتقولي كده تحمله او يجي قدامها بالصدفه، انت شايفه ان انت دورك انك انت تخلي الناس ترجع مره تانيه تحب القرايه، وهيكون المكان ده في مكتبتك في البيت، ولا فكرتي ان انت تخصصي مكان يسمح بقى بالناس تروح وتيجي عليك يبقى عندك مكتبة؟ هو اول حاجة من ناحية الناس ما عندهاش خلق، الموضوع بسبب ان السوشيال أيوة. ميديا بقت سريعة جدا. صحيح. ففعلا الناس ما بقيش عندها اي خلق ان هي تقعد تقرا، بس الحمد لله يعني في ناس كتير قابلتهم بيحبوا القراية مش عايزين نقرا وكده، فاديتهم اعمال ممكن تكون مناسبه لشغفهم، فابتدوا يحبوا الموضوع واحده واحده وبقى اللي هو هنقرا يعني احنا مش قادرين نبطل. طب انا انت وقت وقت الدراسه ده ما كانش بيمنعك على القرايه والثقافه العامه، ولا انت خدت اجازه وقت الدراسه، ولا عملتي ايه؟ لا خالص، ملهاش اي علاقه. انا كنت بذاكر واخلص مذاكرتي تماما، وبعدين بيزيد وقت في النهايه مثلا بخليه مقسوم بين السوشيال ميديا بتاع السوشيال ميديا كده خفيف، وبعدين بقعد اقرا ساعة مثلا او ساعة ونص في اليوم. انا عارفة ان انت من المتفوقين كمان يا كلاوديا، فعايزة برضو في نقطة تانية بقى اللي هي فكرة ان الواحد ياخد الكتاب هيرجع لك الجلدة مقطوعة، جملة عجبتني فحطيت تحتها ده لو رجع، ده لو رجع يا كلاوديا طبعا عملتها بالهايلايتر. عشان كده عاملين مبلغ تأمين ان اللي هياخد الكتاب هيدفع في الاول سعره الاصلي يكون معايا، بعدين لما يرجع الكتاب هتأكد ان الكتاب سليم وما فيهوش اي حاجه وارجع له الثمن اللي هو دفعه. بس احنا كنا بنستلف على مبلغ الاستعاره، كنا بنستلف الكتب من بعض وما بنرجعهاش يعني. لكن انا عايز اقول لك على انا عارف ان انت اشتركت في برنامج شهير يعني
خاص بالمسابقات الثقافيه والعلميه، احكي لنا عن تجربتك. دي كانت تجربه طويله جدا يطول الكلام عنها، كانت اكسبيرينس حلوه جدا بالنسبه لي واستفدت منها كتير، وهي من اكتر الحاجات اللي دفعتني جدا ان انا اقرا اكتر مما كنت بقرا الاول. يعني الموضوع كان حلو وممتع ومليان خبره، يعني التعامل مع مستر عصام يوسف كان حاجه عظيمه فعلا، حاجه مستحيل انساها. اضاف لك يعني انت الحاجتين كملوا بعض يا كلاوديا، يعني انت عشان بتقري قدرت ان انت تدخلي مسابقه زي دي، والمسابقه في نفس الوقت حفزتك تقري اكتر. بالظبط بالظبط. ايه بتحلمي توصلي لايه بالمبادره بتاعتك؟ يعني هي مبادره جميله ونعتبر ان دي نقطه انطلاق، حلمك توصلي لايه ونفسك تدخلي كليه ايه؟ نفسي ان شاء الله ادخل طب، لان نفسي اكون دكتوره نفسيه ان شاء الله يعني. المبادره كمان فيها نص تاني جزء بس ده خاص بيا، يعني ان انا بحب ادعم الكتاب الشباب اللي هم لسه كاتب مثلا ليه كتاب او اثنين في السوق ولسه محدش يعرفه. لو اشتريت كتابه وحسيت ان هو فعلا قلم يستاهل بكتب عنه ريفيو وبنشره في جروبات القراءه وكده، بحيث ان الشخص ده الناس تعرفه وتبدا تقرا له لانه قلم يستاهل. فانا نفسي الصراحه ان المبادرتين وهما ماشيين كده على التوازي يكبروا والموضوع يعني يتعرف والناس ترجع تقرا زي زمان، لان حقيقي في حاجات كتير اتغيرت ما بين زمن كان الكتاب ما بيفرقش ايد الواحد لحد زمن دلوقتي الواحد حتى ما بيعرفش يمسك الكتاب او يفتحه او مش خلق فعلا. فالموضوع مختلف جدا يعني. ربنا معاكي يا كلاوديا، وان شاء الله نشوفك دايما متفوقه ومتميزه، وجميل جدا ان احنا نشوف ناس مثقفين، والاجمل ان نشوف فتيات مثقفات، والاجمل كمان ان هم يعني يبقوا لسه صغيرين في السن وبينشروا الثقافه في المكان وفي اللي هم عايشين فيه. فاحنا بنشكرك جدا على المبادره الجميله كلاوديا عاطف، وبنتمنى ان هي تنتشر مش بس في اسيوط، تنتشر في كل مصر من اولها لاخرها. شكرا ليك يا كلاوديا، مبسوطين نموذج جدا جميل يعني. بالمبادره بتاعتك، مبسوطين لانك من الشباب يعني الناس اللي لسه بتبتدي حياتها، ممكن حاجات كتير تبقى واخداكي اكتر من فكره القرايه في الايقاع السريع بتاع الحياه زي ما انت كنت لسه بتقولي. جميلة ان المبادره دي تكون في الصعيد وفي مركز كمان من الصعيد، فحقيقي في كل مكان محتاجين يكون في مناره كده، حاجه شمعه تنور لكل اللي حواليها وتشجع كل اللي حواليها. حضراتكم برضو شاركونا كده بذكرياتكم عن القرايه وعن المكتبه، وشايفين الوضع دلوقتي بقى ازاي، ممكن كل واحد يكون ليه دور ويكون ايجابي اننا نرجع الكتاب مره تانيه لايدينا وللاجيال الجديده ازاي.